أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الله.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن ما ليس لك به
الصلاة وأمر بالمعروف
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
أولو كان الشيطان
Now.